كان في العفين يجمع العفين ويجمع الدكاترة وكذا دائما تسوون هالفعاليات بين فترة وفترة إن شاء الله نشوفك بنعمل كل سنة في الصناعة سعدي شلونك جواكم الله في له مسمى معين هالفن او الرسم هالطريقه دي عفوا كنت عندي سؤال في له مسمى معين الرسم بهالطريقه الحفر والطباعه الحفر والطباعه مع ان تصدق اشتغلنا في قبل ايام الثانويه تقريبا لكن ما جاء على بالنا انه كان مسمى لا في هذا تخصص في ناس تدرس تخصصها كذا فعلا لا انواع هو كثير مو بس هذه الطريقه في انواع كثير منها غير انك مثلا البلاستيك غير الاستنسل غير هذه في اشياء ثانيه في من تدخل من ضمنها في التخصص اللي هو سباق على ملابس او طباعه تيشيرتات نفس اللي نشوفه هذه تدخل في طرق يدويه انك انت تسويها في منها انواع كثيره مو بس عبد الله السلمي عبد الله يبيلك